السلام عليكم مرحبا بكم اخواتي في قناه سوق السيارات لا تنسوا أن تشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس وديروا لا فيديو ربي يحفظكم ان شاء الله تشير مصادر مطلعة الى ان شركه رونو الجزائر قد ابدت موافقتها المبدئيه ورحبت بالتعديلات على دفتر الشروط الجديد الذي يتضمن عوده الشركات العالميه لصناعه السيارات الى الجزائر بتمثيل نفسها او مع شراكة جزائريه ويذكر أن وزارة الصناعة سابقا قد كانت قد أعلنت أنها ستفرج عن دفتر الشروط الجديد مع نهاية شهر جانفي 2022 ويتوقع أن تعود سيارة رونو الجزائر وباقي الشركات العالمية لصناعة السيارات إلى الجزائر بمختلف علاماتها من أجل استيراد السيارات الجديدة أو للمشاركة في مرحلة مستقبلية للتصنيع الحقيقي في الجزائر